النهارده مؤتمر جامعه المنصوره الاول لربط البحث العلمي بالصناعه، والحقيقه ده يعتبر من المؤتمرات الهامه في جامعه المنصوره التي تهدف الى ربط البحث العلمي بالصناعه، وده يعتبر تلبيه للقياده السياسيه ودعوه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستفاده من الابحاث العلميه التي يقدمها الباحثين في الجامعات المصريه والمراكز البحثيه. ولذا سوف يتم عقد هذا المؤتمر وتقديم ورش عمل وتدشينه لاول مره في جامعه المنصوره، وتعتبر بدايه لربط البحث العلمي في جامعه المنصوره والمخرجات البحث العلمي لاجل خدمه المجتمع دلتا باكمله. ربط البحث العلمي بالصناعه وبدور الجامعات ده موضوع شاغلنا بشكل كبير جدا في جامعه المنصوره. جامعة المنصورة من ضمن الجامعات اللي لها تصنيف على المستوى الدولي في نشر الأبحاث العلمية، فاحنا فكرنا كيفية الاستفادة من الأبحاث العلمية اللي موجودة عندنا في خدمة الصناعة، وبالتالي زيادة تنافسية الاقتصاد المحلي مع الاقتصادات العالمية. بدأنا ان احنا نقوم بتجربة لربط أواصر الثقة ما بيننا وما بين الشركات الناشئة اللي موجودة والشركات القائمة في منطقة الدلتا ككل، وعملنا بعض الاجتماعات قدرنا نتعرف منها على بعض المشكلات اللي بتواجه الصناعات، وبدأنا نعمل كول للأبحاث التنافسية بحيث ان الباحثين اللي موجودين في جامعة المنصورة يبدأوا يطلعوا بمسؤوليتهم في حل المشكلات القائمة للصناعات.